لميس ممكن كون بحبك، ممكن احرق العالم كله مشان دمعة من عيونك، بتعرفي هالشي، بس كمان اخواتك بهموني كلهم بدون استثناء. يمكن شايف الشي اللي عم اعمله كتير طبيعي، ويمكن انت شايفة هالشي كتير كبير، بس لا هو مو هيك. اخواتك انا حبيتهم عن جد، مشان هيك عم اهتم فيهم. حاولي تشوفيهم بعيوني، قصدي مثل ما انا بشوفهم. انا تعلمت كتير شغلات حلوة معكم لميس. انا تعلمت منكم انه التفكير بالغير شي كتير مهم، مو بس انت لميس، اخواتك كمان بيفكروا بالناس كلهم قبل حتى ما يفكروا بمصلحتهم. فضلكم حسيت بمشاعر جديدة، مشان هيك بدي اكون معكم لميس. اوف الموبايل مو معي يا الله. هذا المطلوب. بدي افهم مين قال انه علي ما بيقدر يسرق سيارة. الو بدر، كل الامور تمام، انا عم سوق السيارة. ها هذا هو الحكي المهم. يلا لكان هلا روح على الورشة تبع رضي اللي خبرتك عنها امبارح، بس اوعك تروح من الشارع الرئيسي، عم تفهم؟ بجوز تطلع شي دورية ويلقطونا. انت منيح؟ كتير قلقان عليك. لا تقلق. طيب ماشي. فيني اقعد؟ ايه اكيد. أنا غلطت بحقك. ممكن نحكي شوي مع بعض؟ أنا جرحتك مو؟ بس أنت كمان افهمني بدر، أنا احترت معك، ما عم بعرف حقيقتك من كذبك بنوم، وهذا الشي بيقتل. أنا حابة صدقك وأوثق فيك، بس عقلي عم بيقلي شو بك اصحي، حتى اسمه هو ما قاله صح. وعم بيقلي كمان لو كان حبك ما كان كذب عليك كل هالوقت. وشو عم بيقول قلبك؟ قلبي هو اللي قال لي روحي لعنده، وعم بيقلي كمان حتى لو كذب عليك صادق بحبك. بدر اسم أخي مو اسمي. أنا اسمي سامح، وأنا الولد المدلل بالعيلة واللي مو طبيعي بنوم. أنا كنت عم أدرس طب، أنا شخص ذكي بس ما عندي خبرة بأمور الحياة. بدر كان أذكى بكتير ونيته أحسن بكتير، وما في أطيب من قلبه. وقت تشوفيه بتقولي عنه معقول عمره 17 سنة وهادي كل هيك؟ غريب هالموضوع، بس بدر هيك. وبيوم إجا لعندي، وقتها كنت عم حضر للامتحان، قرب مني هو متوتر، بيّن أنه في عنده هم. وقال لي أخي بدي خبرك شغلة كتير مهمة، وهالهم طلع عشقان الولد.
طبعا امي بتقتله اذا بتعرف، لانه وقتها كان عم بيحضر للجامعه وما رح تقبل انه يحب حدا او يعشق حدا مشان ما يتشتت. انا كان لازم وقف معه بوقتها. وبعدين شو صار؟ قول بدر. اسمع، انت مو مجبور تقلي. مو هيك، رح خبرك لانه حابب ابكي. وبعد هالحادثة بوقت قصير بدر خطفوه، عصابة خطفت بدر، بهداك الوقت في زلمة كان متخانق مع بابا على موضوع مناقصة أو هيك شي، وكان في بيناتهم مصاري ومشاكل، وكانوا هدول الناس عم بيهددوا أبي مشان ينسحب من المناقصة، وقال أنا بحلها. قلنا لحالنا خبر الشرطة، بس ما انحلت، وبدر ما رجع على البيت. ومن بعد هذا اليوم الأب يلي معه مصاري كتير والمدير العظيم ما نقدرهم ينقذ ابنه منه. تعرفي شو سوى؟ باع ابنه واختار المصاري. ومن وقت قررت يموت سمح. بعرف انه ما بقدر كون شخص قلبه ابيض، ولا رح اقدر كون انسان منيح مثله، بس على القليلة اسمه بضل عايش معي. الو، مرحبا اخي رضا، انا جاي لعندك على الورشه، انت فاضي مو هيك؟ لا اخي مشغول شوي، انا بحاكيك بوقت تاني وبنبقى بنلتقي، لانه الشرطه عندي هون وعلى الاغلب في سوء تفاهم. وانا معهم هلا. شو؟ يلعن حظي انا. طيب اخي يلا برجع بحاكيك بعدين. وهلا انا شو لازم اعمل؟ انا كثير اسف، ما كنت بعرف كل هالأمور. من وين بدك تعرفي؟ أنا مو مخبرك وما قدرت خبرك. أحسن شو بنمشي؟ لأنه برد. طيب شو رايك نشرب شي سخن مشان ايه نشرب. امشي. ما عم بيرد. شو هاد؟ مو ناقص الا يخلص شحن الموبايل. لعما هلا شو المفروض اعمل بهالسيارة؟ الرقم المطلوب مغلق ام خارج نطاق التغطية، يرجى اعادة الاتصال لاحقا. إن شاء الله يكون مشي الحال.